مرحبا، السلام عليكم. يعني الموضوع ديالنا اليوم هو كيفاش كتسجل في الدومين ديال البيولوجيا. باش تسجل في الدومين ديال البيولوجيا، اول خطوة خصك ديرها هي انك تقدم على الجامعات اللي فيها البيولوجيا كتدرس. هذه خطوة اولى. ملي كتلقى الجامعة باش تقرا فيها البيولوجيا، كتمشي خصك تقلب على السيت ديالها. ملي كتمشي للسيت، خصك تسنى لاسكريبسيون بار سيت باش تسجل انت في السيت، تسجل في الجامعة. كتمشي لانسكريبسيون بار سيت، كتلقى بزاف ديال لي برونش. كتاخد البرونش ديال البيولوجيا باش تسجل فيه، خاص تكون عندك بكالوريا علمية. باش تسجل فيه خاص تكون عندك بكالوريا علمية. مزيان، كتمشي للسيت ديال الجامعة اللي لقيتي بأنها فيها البيولوجيا. كتختار الشعبة ديال البيولوجيا وكتسجل فيها وكتدخل المعلومات ديالك الشخصية. كونوا حريصين على إدخال المعلومات بطريقة اللي هي صحيحة. حاولوا ما ديروش أغلط، لأن دوك المعلومات هما اللي كيبقاو دائما. ملي كتدخل ديك الطريقة باش كتدخل المعلومات، هي غالبا اللي كتكون معتمدة من بعد. يعني كتسهل على الجامعة أيضا الإدخال ديال المعلومات ديال الطلبة. يعني ملي كتسجل بارسيت، انت اللي كتدخل المعلومات ديالك بيديك. كن حريص على انها تكون معلومات صحيحه. ملي كتسجل بارسيت، ما تنساش دير اونفوي لذاك داك الاستماره اللي عمرتي. تاني حاجه انك تامبريمي ديك الاستماره، حيت ملي الاستماره ضروري تكون عندك تامبريميها، حيت هي ديك الاستماره غادي تامبريمي. ضروري انك تدفعها مع الدوسي ملي تبغي تحط الدوسي في شهر 9، يعني في شتنبر. ضروري انك تحط ديك الاستمارة اللي عمرتي، يعني كتأبريميها وكتديها معاك، هي والبكالوريا والنسخ ديال البكالوريا والنسخ ديال البطاقة الوطنية والصور الشمسية بطبيعة الحال. تكونوا المسائل اللي خصها تكون مرافقة للملف، كتديها معاك وكتمشي. ملي كتفتح التسجيل في الجامعة، كتمشي وكتسجل. وما تنساش ما تديش معاك ديك لاسكريبسيون اللي درتي بارسيت، مهمه ديك الوثيقه، حيت هي اللي كيعتمدوا كتسهل عليهم شحال ديال الحوايج. هذا هو الموضوع ديال هذه الحلقه اليوم. الا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه، طرحوه تحت الفيديو وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو. شكرا.